هيئة الأرصاد تتوقع أن النهاردة من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن لسه الجو طبعا مستمر درجات الحراره، لكن لسه في انخفاض في درجات الحراره، يعني احنا بقالنا كام يوم كده انخفضت كده درجه الحراره درجتين ثلاثه، النهارده 36 تقريبا في القاهره. اخبار الجو ايه، والرطوبه اللي مكمله معانا دي مكمله لغايه امتى؟ بالفعل يمكن احنا عندنا خلال هذه الايام تعتبر قيم درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، ويمكن كمان هي اعلى من المعدل بحوالي درجه. العظمى على القاهره الكبرى في اليوم متوقع ان هي تكون 36 درجه مئويه، لكن كمان طبعا عندنا ارتفاع في نسب الرطوبه، وده مستمر معانا نتيجه تاثرنا بالكتل الهوائيه الشماليه. الكتل الهوائيه الشماليه دي مره على البحر المتوسط، فبتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فبالتالي بتؤدي لارتفاع نسب الرطوبه بشكل كبير، ونسب الرطوبه بتتجاوز ال 90 وال 95% في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، بتتجاوز ال 80 وال 85% في القاهره الكبرى، وطبعا في محافظات الصعيد بتكون اقل من المحافظات الشماليه. ووجود نسب رطوبه في الجو هو اللي بيخلينا نقول ان الانخفاضات في قيم درجات الحراره اكتر. بالظبط، بيخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في قيم درجات الحراره بحوالي من درجتين لاربع درجات باختلاف نسب الرطوبه من محافظه لمحافظه. يعني اليوم المحسوس على القاهره الكبرى نتيجه وجود نسب الرطوبه 38 ل 39 درجه مئويه، معناها 36 معناها 36 المقاسه، لكن الرطوبه تخلينا نحسها في الظل مع وجود نسب رطوبه لو تكون 38 او 39. صحيح. عشان كده احنا بنقول الجو فتره النهار خاصه في فترات الظهيره هو جو شديد الحراره راتب في المحافظات الموجوده في القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حر راتب في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط لانها طبعا بتكون هي الاقل في قيم درجات الحراره، واغلب محافظات الجمهوريه قيم درجات الحراره فيها ما فيهاش ارتفاعات ملحوظه، تعتبر حول المعدلات الصيفيه المعتاده للوقت ده من السنه. كمان فترة الليل مع غياب أشعة الشمس بتكون عظمة الرطوبة، بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن ارتفاع نسب الرطوبة بيخلينا فترة الليل نحس بالأجواء المائلة دي، الحرارة رطبة في معظم محافظات الجمهورية، لكن لو في نشاط للرياح يمكن احنا مع فترات المساء وساعات الليل وتحديدا اليوم هيكون في نشاط نسبي للرياح في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، يقلل بعض الشيء الاحساسي بالرطوبه ويخلينا نحس ببعض الاجواء او نسمات الهواء اللطيفه، لكن طبعا مش بالشكل الكبير لان نسب الرطوبه مرتفعه كمان في فتره الليل. وطبعا الشبوره المائيه هي ظاهره جويه اصبحت مؤشره في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، والرؤيه الافقيه مع الساعه 7 8 صباحا بتبدا تتحسن على اغلب الطرق. احوال الجويه مستقره بشكل كبير في معظم المحافظات، يمكن كمان على مدار هذا الاسبوع كله مش هنلاقي ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره، ان احنا متوقع متوسط درجات حراره خلال هذا الاسبوع 36 ل 37 درجه مئويه بالكثير مقاسه طبعا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه، لكن كمان متوقع من بكره الثلاث تبدا تاني فرص الامطار تزيد وتبقى مؤثره بشكل كبير في المناطق الموجوده في جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، يعني ابو سمبل وحلايب وشلاتين المنطقه دي. عندنا في ابو سمبل ممكن كمان تمتد المناطق من اسوان، وكمان تمتد المناطق اعلى من الثلاثين، يعني تمتد لي حلايب وشلاتين مرسى علم، لان الامطار هتبدا معانا يوم الثلاث وتستمر معانا حتى يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، فمستمره معانا عده ايام، هتختلف كميتها من يوم للتاني، وهتكون كمان امطار مؤثره ما بين الخفيفه الى المتوسطه واللي ممكن تكون رعديه احيانا، وطبعا مع الامطار الرعديه او السحب الرعديه بيكون في رياح حاويه ممكن تؤدي لي اثاره الرمال والاتربه. فمن بكره الثلاث وحتى نهايات هذا الاسبوع المحافظات اللي موجوده في جنوب الصعيد ابو سمبل واسوان، ممكن كمان مناطق من الاقصر وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، لازم ناخد بس احتياطاتنا بقدر الامكان، لكن احنا بنقول في المحافظات الشماليه فيها استقرار في الاحوال الجويه، حتى كمان حصل اعتدال في سرعات الرياح على البحر المتوسط بعد فتره الاضطراب. الامواج يا دكتوره منار كان في ارتفاع فعلا في الامواج في البحر الابيض. بالفعل يمكن الايام الماضيه كان في ارتفاع امواج وتم اغلاق بعض الشواطئ نتيجه ارتفاع الامواج ونشاط الرياح، لكن الحمد لله اعتبارا من اليوم
عدد ثاني سرعات الرياح معتدلة على البحر المتوسط، ارتفاع أمواج اليوم ما بين 1 إلى 1.5 متر، فالبحر المتوسط أصبح مؤهل تماما لكافة أعمال صيد الملاحة البحرية وأعمال التنزه، وكمان البحر الأحمر أيضا ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، نقدر نستمتع بالأجواء على كافة الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أو البحر الأحمر. لكن هنأكد تاني على كل السادة المواطنين، مهم جدا بس نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في الفترات الأخيرة عشان ما تخليناش نحس بقيم درجات حرارة أعلى كمان من المحسوسة الناتجة عن الرطوبة. فبقدر الإمكان في فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر لـ 4-5 العصر نتجنب أشعة الشمس، ولو مضطرين الخروج في الوقت ده يكون معانا غطاء للرأس يحمينا من أشعة الشمس بشكل مباشر، وطبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ونستمر في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن احنا زي ما بنقول هتبدأ في بعض التقلبات الجوية نشهدها في بعض المناطق الحدودية أو الموجودة في أقصى جنوب البلاد. طيب هل في أي رياح مثيرة للرمال والأتربة هتكون موجودة معانا النهاردة؟ النهارده الحمد لله سرعات رياح معتدله بشكل كبير، يمكن احنا سرعات الرياح بتكون ما بين 30 ل 35 كم على الساعه، وكمان موجوده في بعض الاماكن فقط من القاهره الكبرى والوجه البحري، فاغلب محافظات الجمهوريه ما فيهاش اي اتربه ورمال مثار او حتى نشاط رياح، لكن اللي بنأكد تاني ان هو هيبدا من بكره الاتربه والرمال المثار، ويمكن كمان تبقى من بكره الثلاثه هتبدا على المناطق اللي موجوده في ابو سمبل، وممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه في ابو سمبل او على المجرى الملاحي نتيجه ارتفاع الحزام المداري المسبب للامطار الرعديه والامطار الغزيره في منابع النيل السودان واثيوبيا. الحزام المداري بيبدا ياثر علينا في فصل الصيف وخاصه في شهر 7 وشهر 8، فبنبدا نتاثر في الامطار في اقصى جنوب البلاد، لكن طبعا مش بالشكل الكبير اللي بتشهده السودان او اثيوبيا، احنا بنكون اقل بكتير، يعني امطارنا بتبقى اقل من اللي بتحصل في السودان او اثيوبيا. نشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره متوقعة النهاردة. متوقع أن القاهرة تكون العظمى فيها 36 والصغرى 26، والعاصمة الإدارية 37-25، الإسكندرية 33-24، والعلمين الجديدة 32-24، مطروح 31-25، دمياط 33-26، بورسعيد 33-26، والإسماعيلية 38-25. السويس متوقع تكون العظمى فيها 36 والصغرى 24، والعريش 35-25، أما كاترين 34-18، وطوبق 36-25، حلايب 35-29، وشلاتين 38-30، شرم الشيخ 39-29، والغردقة 40-30، الفيوم 37-25، أيضا بني سويف 37-25، أما الوادي الجديد 41-25، وأسيوط 40-25، سوهاج 40-26، إنا 42-27، الأقصر 42-28، وأسوان 43-29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. دلوقتي عودة مرة تانية ليك يا شاذلي لمتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا. شكرا.